في حاجات كتير بتساعد انك تنشر الموقع بتاعك على الانترنت وانك تساعد موقعك ان يجي عليه زيارات كتير. اعتقد ان اي حد عامل موقع الكتروني مهما كان تخصصه في هدف مهم جدا عنده، وهو انه يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس المهتمة بالنوع المحتوى اللي هو بيقدمه او بالمنتج او السلعة اللي هو بيبيعها. اصل محدش بيعمل موقع عشان محدش يشوف، عامل موقع يعني عايز زيارات. وانا النهاردة هقولك ازاي تقدر تزود الزيارات لموقعك عن طريق حل سحري اسمه الـ SEO او الـ Search Engine Optimization. جاهز نفسك ويلا بينا. اهلا بيكم مرة تانية، ياسر سليم معاك. في البداية كده تفتكر ليه واحد من اشهر المواقع على الانترنت هو موقع ويكيبيديا؟ ليه لما بنكتب اي حاجة على جوجل بنسبة كبيرة جدا اول موقع هيظهر لك في البحث هو موقع ويكيبيديا؟ الموضوع بمنتهى البساطة ان موقع ويكيبيديا بيحتوي على اكتر من 60 مليون مقال، يعني في كمية كونتنت او محتوى مهول. حرفيا اي حاجة بتدور عليها هتلاقيها موجودة بنسبة كبيرة جدا في موقع ويكيبيديا. نسبة كبيرة جدا من التاريخ الانساني موجودة في موقع ويكيبيديا. طيب يا ترى ايه السر في الموقع ده؟ الموضوع بسيط، content يعني محتوى. باختصار كده في جملة بنقولها content is king. هو جوجل عبارة عن ايه؟ موقع بحث بتكتب عليه كلمة بيبدأ يدور في كل الانترنت على الكلمة اللي انت كتبتها ويجيب لك احسن نتيجة من وجهة نظر كلمة. السر كله في كلمة. طيب وانت ممكن تستفاد من الموضوع ده ازاي؟ اولا انك تعرف ايه الكلمة او الكلمات المؤثرة واللي بتتكرر بشكل كبير في المجال بتاعك. مهما كان مجالك بقى اكيد في كلمات ما متكررة ومستهلكة ومستخدمة بشكل كبير. طيب هو هل الموضوع يعني بالسهولة دي مجرد ان انا الاقي الكلمة واكتبها عندي فاطلع في جوجل؟ اكيد لا، ما كانش حد غلب يعني، وكان هيبقى كل الناس بتظهر في الصفحة الاولى. الموضوع ليه اسلوب معين وخطة بتمشي عليه عشان تبدأ ترانك او تترتب في صفحات جوجل وبالتالي تظهر لعدد اكبر من الناس. كوباية قهوة بقى وتعالى لي نمسك القصة دي من اولها. الهدف من الفيديو ده ان احنا نساعد موقعك انه يظهر ويوصل لناس كبيرة ويطلع في النتائج بتاعت بحث جوجل، وياريت طبعا لو كان في الصفحة الاولى، ويبقى احسن واحسن لو كان كمان في النتائج الاولى اللي موجودة في الصفحة الاولى. الـ SEO بقى يا سيدي تعريفه البسيط كده ان هو مجموعة من الانشطة بنعملها عشان نعرف اي محرك بحث عن موقعك والمحتوى اللي فيه. مش بس نعرفه، انت هدفك انك تعرفه ان الموقع بتاعك فيه احسن محتوى للمستخدم علشان يبدا يختار الموقع بتاعك من وسط مئات وساعات الاف المواقع لما حد يكتب الكلمه اللي انت بتستهدف انك تظهر فيه، وخاصه طبعا موقع جوجل. يعني مثلا لو انت موقع خاص بالادوات الطبيه، فاحنا من خلال الاي سي او كاننا بنعرف جوجل على موقعنا، بنقول له والله يا عم جوجل ده الموقع بتاعي وده المحتوى بتاعي. طيب وانت مش لما بتتعرف على حد بتعرف عنه معلومات وبتسمع تاريخه وبتعرف عنه معلومات كتير؟ اهو بالظبط ده اللي احنا بنعمله. احنا عايزين ندي جوجل اكبر قدر ممكن من المعلومات عن الموقع بتاعه، وعايزين نديله معلومات تعرفه ان الموقع بتاعنا مش بس فيه المحتوى ده، لا هو احسن موقع موجود فيه المحتوى ده، بحيث ان جوجل يبقى عنده فكره كامله عن النشاط اللي انت بتمارسه، وبالتالي جوجل هيبدا يظهر او يعرض المعلومات دي للناس اللي بتدور عليها في البحث بتاع جوجل. طيب واحنا بقى نعمل الموضوع ده ازاي بشكل مظبوط وبخطه واضحه؟ اولا لازم نعرف كده ان الاي سي او بينقسم لجزئين، اون بيج اوبتمايزيشن واوف بيج اوبتمايزيشن. طيب هو الاون بيج ده عباره عن ايه؟ ده معناه تهيئه الموقع من الداخل. يعني ايه تهيئه الموقع؟ يعني تهيئه الموقع لمحرك البحث بس من داخل الموقع نفسه. طبعا انت هتقول لي داخل وخارج ايه هندسه؟ انا هقول صديقي في الرحله، بما انك عملت كوبايه قهوه حلوه دلوقتي فاحنا هنقول ان انت قررت تعمل موقع عن القهوه. طيب ايه اول حاجه ممكن تركز عليها؟ الدومين نيم او اسم الموقع. يفضل جدا انك تحاول تختار اسم يكون ليه علاقه بالقهوه في الحاله بتاعتنا دي، ويا سلام لو بيتردد على لسان محبين القهوة بشكل كتير. يعني مثلا تعال نسمي الموقع بتاعنا ده تحويجة قهوة. كده انت الى حد كبير ضمنت بنسبة كبيرة ان اي حد هيكتب كلمة تحويجة قهوة دي على جوجل موقعك هيكون من ضمن الاختيارات الاولى. وكمان لو حد كتب انواع تحويجة القهوة فبرضه بنسبة كبيرة انت كمان ممكن تطلع. خلي بالك احنا بس لسه بنبتدي، لسه ما كتبناش مقال ولسه ما عملناش SEO. احنا بس بنعمل تاتشات خفيفة وبنبني الموقع من الاساس عشان يكون مهيئ للSEO. ثانيا بقى يا سيدي انك تبدا تنزل محتوى كثيف له علاقة بموضوع الموقع بتاعك. يعني مقالة مثلا عن انواع القهوة، وتحاول تخلي اسم المقال شيق وجذاب يعني عشان يشد القارئ انه يضغط عليه. يعني مثلا فكر في عناوين مختلفة وملفتة جدا، زي مثلا ممكن نكتب نقول مثلا ايه انواع قهوة مرعبة. وفي حالة زي دي ممكن تتكلم عن انواع القهوة اللي فيها كافيين عالي جدا، زي مثلا الديث ويش كافي. وطبعا حاول تزرع داخل المقالة كلمات ليها علاقة بمحركات البحث، يعني كلمات ممكن اي حد بيدور على معلومات عن القهوة يكتبها في جوجل.
يعني اغلى نوع مثلا، اطعم مذاق، ولكن لازم الكلمات دي تكون مزروعه بشكل تلقائي، يعني شكل طبيعي جدا في سياق المقال اللي انت كاتبه، يعني ما تبقاش باين قوي انها متعمد انك تدسها كده جوه المقال، لازم تكون في السياق، خليك بسيط وطبيعي. وطبعا المقال لازم يكون مفيد جدا للقارئ ويضيف له معلومه، عشان هنا هيحصل حاجتين. اول حاجه انه هيقرا المقاله كامله، ودي حاجه مهمه جدا جدا بتساعد على ظهور موقعك بشكل احسن. والحاجه الثانيه انه ممكن ما يكتفيش بقراءه مقال واحده لانه عجبه المقال الاول، فممكن يستمر في قراءه مقال واثنين وثلاثه داخل موقعك. ومش بس كده، كمان ممكن يبقى زائر مستمر للموقع بتاعك، حاول انك تضيف صور للمقالة دي، ويا سلام لو عرفت كمان تضيف فيديوهات، لان زي ما احنا عارفين الفيديوهات بتجذب انتباه الزائر للموقع بشكل كبير، وكمان هيساعد في زيادة ظهورك في محركات البحث. وده ليه؟ لانها هتظهر في اكتر من قسم بحث في جوجل، يعني هتظهر في جوجل ايمجز وجوجل فيديو. مش بس كده، وجود الفيديو في المقال هيخلي القارئ يقعد وقت اطول في الصفحة دي، وزي ما قلنا تاني دي من الحاجات او العوامل المهمة جدا اللي على اساسها جوجل بيقدر يعرف ان المحتوى ده جيد. باختصار وببساطة شديدة جدا، واحد دخل على المقال ده لما كتب كلمة البحث دي وقعد حوالي دقيقتين او ثلاثة في الموقع ده، غير واحد تاني دخل على موقع تاني وقعد بس 30 ثانية. جوجل كده هيفهم على طول ان الموقع اللي الناس بتقعد عليه دقيقتين وثلاثة واربعة ده اكيد المحتوى اللي فيه اقرب للكلمة دي واحسن، فعشان كده هيبدأ يظهره بشكل احسن. وكمان فكرة ان هي تكون موجودة في جوجل ايمجز وجوجل فيديوز، ده معناه انها هتكون متاحة لعدد اكبر من الناس، ونسبة ان حد يضغط على اللينك هتكون اكبر. بالنسبة بقى لرابط المقال، لازم يكون اسمه friendly URL. واحد هيجي يقول لي يعني ايه هندسة؟ هقول يعني تخلي ان رابط المقالة نفسه فيه الكلمة اللي انت بتستهدفها ومركز عليها في المقال، وده برضو من الحاجات اللي هتزود نسبة ظهورها في محركات البحث وخاصة جوجل. طيب يعني هل الـ SEO ان انا اركز على المقالات بس؟ لا، انت كمان لازم تركز على تصميم الموقع بتاعك، لان التصميم الكويس والبسيط هيزود بالتأكيد عدد الزيارات على موقعك، وهيعمل يوزر اكسبيرينس احسن للزائر بتاعك، وبالتالي هيزود التفاعل على الموقع بتاعك. وكل دي سيجنالز، اشارات بياخدها جوجل وبيعرفها وبيقيم بيها موقعك وبيبدأ يرفع ترتيبه. ويا سلام بقى لو قدرت تخلي موقعك يشتغل بشكل سلس وسهل جدا على الموبايل، لان زي ما احنا عارفين النسبة الاكبر دلوقتي في تصفح الانترنت بتكون من على الموبايل، فلازم كل صفحات موقعك تكون ممتازة ومظبوطة جدا على الموبايل. وحاول كمان تركز على سرعة موقعك، سرعة التحميل، يعني ان الموقع بتاعك ما يكونش فيه اي بطء او مشاكل تقنية، لان ده هيأثر بشكل كبير على الزيارة، وبالتالي هيأثر على ظهور موقعك في الصفحات الاولى من جوجل. خلي بالك زي ما قلنا الالجوريتم بتاع جوجل بيحسب الوقت اللي قعده الزائر على الموقع بتاعك، وكل ما الزائر قعد اكبر كل ما الموقع بتاعك نسبه ترشحه انه يظهر في النتائج الاولى هتكون اكبر. لكن لو موقعك بطيء او مش مفيد وكل زائر يخش يخرج على طول بعد ثواني، تصنيفك هيتاثر بشكل كبير وهيتراجع بشكل كبير جدا في نتائج محركات البحث وبالاخص جوجل. طيب تعالوا بقى نتكلم شويه عن الجزء الثاني للاس اي او، وهو الاوف بيج اوبتمايزيشن، يعني تهيئة موقعك لمحركات البحث بس بشكل خارجي. يعني ايه بقى؟ يعني مثلا انك تاخد رابط المقال اللي انت كاتبها وتنشرها على فيسبوك وتويتر، او بمعنى اصح على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ده هيخلي مقالاتك تظهر لعدد اكبر من الناس، لان جوجل هيبقى شايف مقالتك في اكتر من مكان، وبالتالي هيديها اولوية للظهور، وكمان هتديله فرصة ان يكون في بعض الزيارات او عدد اكبر من الزيارات دخل على المقال، فيبقى عنده حجم معلومات اكبر عن المقالة بتاعتك، فيبدأ يعرف ازاي يصنفها ويرقي ظهورها. وكمان من خلال نشرك للمقالات بتاعتك على مواقع التواصل الاجتماعي هيكون عندك ميزة لطيفة جدا. ايه هي بقى؟ انك ممكن تعمل حملة اعلانات ممولة عن المقالة دي على الفيسبوك مثلا، وبالتالي هتوصل لناس اكتر والزيارات هتكون اكتر، وكمان حجم التفاعل اللي هيتم على المقالة، يعني الكومنتس واللايكس والكلام ده كله هيزيد، وكمان الشخص الزائر ده اللي انت جبته من الاعلان الممول بتاع فيسبوك ممكن يقرا المقالة بتاعتك اللي انت عامل عنها الاعلان، وهيسكرول ويقرا مقاله تانية وثالثه ورابعه، وبالتالي هينتشر في الموقع بتاعك، وبالتالي وقت تواجده على الموقع هيزيد، ولما وقت تواجده على الموقع هيزيد الرانك بتاعك هيزيد. تعال الخص لك الحكايه دي في كلمتين عشان تعرف قد ايه هي مفيده. لما انت تعمل شير للمقالات بتاعتك على السوشيال ميديا وتمول بعض المقالات دي باعلانات مموله وانت في البدايه، هيحصل حجم تفاعل كبير جدا على المنشور اللي فيه المقاله، وحجم التفاعل ده في حد ذاته من السيجنالز المهمه اللي بتاثر في ترتيب ظهور الموقع بتاعك في نتائج البحث.
زائد كمان ان ده هيؤدي لدخول زيارات كبيرة على المقالات بتاعتك، بالاخص المقالة اللي انت عامل لها الاعلان ومقالات اخرى، وده هيدي جوجل داتا اكتر بكتير عشان يقدر يبدأ يصنف الموقع بتاعك. ولو انت ملتزم بالحاجات اللي قلناها في الاون بيج اوبتمايزيشن والمقالات بتاعتك مفيدة والموقع سريع والتصميم حلو، فالناس هتقعد وقت طويل وبالتالي هتبقى اديت جوجل كم كبير جدا من السيجنالز بتقول له باختصار انا احسن موقع موجود بالكلمات دي، فهيبدأ ياخد باله ويصنف الموقع بتاعك بشكل احسن وكمان بشكل اسرع. وفي حاجة كمان ممكن تعملها، وهي انك تتواصل مع الناس اللي عندهم مدونات بتتكلم عن مواضيع ليها علاقة بنفس الموضوع بتاعك، وتطلب منهم ان هم يضيفوا روابط لبعض المقالات بتاعتك داخل المقالات بتاعتك. الحكاية دي بنسميها مع الجزء بتاع السوشيال ميديا بنسميها ايه بقى؟ باك لينكس. طيب ايه الميزة بقى في موضوع الباك لينكس ده؟ الميزة الخطيرة في الموضوع ده ان انت بتستفاد بقوة اي موقع تاني، كأنك كده ركبت الموقع بتاعك على موقع قوي فشاله وطلع بيه. يعني اي موقع موجود فيه رابط لموقعك، موقعك هيتقفل. يعني لو الموقع ده ترتيبه زاد في جوجل، انت كمان موقعك ترتيبه هيزيد. ولما الموقع ده ترتيبه يبقى قوي بيديك جزء من قوته لانك بالفعل متواجد فيه. والعملية دي بتساعد محركات البحث وبالاخص جوجل ان يكون عندها ثقة في الموقع بتاعك. تقدر تعتبر كده ان كل باك لينك من دول كانه فوت، تصويت للموقع بتاعك. كل ما التصويت ده كان من ناس اقوى اللي هي الموقع نفسه قوي وعدد اكبر، كل ما كانت الاشاره اقوى لجوجل انه يبدا يرقي المقاله بتاعتك. طيب في حاجه كده صغيره ما تنساهاش، لو قررت انك تحط رابط للمقالات بتاعتك في مواقع تانية لازم يكون المواقع التاني ده او المقال على الاقل اللي انت هتحط فيه الرابط ليه علاقه بنفس المواضيع اللي بتتكلم فيها في موقعك، عشان ما تخسرش الزيارات وبالتالي هتخسر الترتيب، لانك لو عملت الموضوع ده بشكل خاطئ ممكن يجيب معاك نتيجة عكسية. يعني لو مقال عن القهوة نحطها في موقع بيتكلم عن القهوة او في موقع بيتكلم عن تجهيز المشروبات في المنزل مثلا، لكن ما نجيش نحطه على موقع بيتكلم في الالكترونيات لانك كده هتخسره تماما كرابط باك لينك. ومش بس كده، ده ممكن يتسبب في نتيجة عكسية، يعني جوجل يعمل دي رانك للموقع بتاعك، يعني يقلل تصنيفه. عايزك بقى من النهاردة تبدأ تركز في المقالات دي وتتبع الخطوات اللي قلتها لك، وتحاول تهتم بالمعلومات والمقالات اللي بتحطها على موقع، عشان الـ SEO حقيقي من اقوى الأسلحة اللي ممكن تستخدمها وانت على الانترنت. تعال بقى لخص لك كل الموضوع ده على بعضه في كلمتين كده عشان يلزق في دماغك. بص يا سيدي، اول حاجة عشان نعمل SEO كويس انك هتعمل مقالات بشكل مستمر، يعني مش مقال واحد، لا انت لازم ده يكون روتين اسبوعي على الاقل. كل اسبوع بتعمل 3 4 مقالات للموقع الالكتروني بتاعك، والمقالات دي لازم تكون ماشية باستراتيجية. يعني استراتيجية يعني تكون عارف ايه الكلمات اللي انت بتستهدفها وبتركز فيها في كل مقال، وتتأكد ان الكلمات دي موجودة في العنوان الرئيسي بتاع المقال وفي رابط المقال وفي جسم المقال لكن منتشر بشكل طبيعي. وبعدين استخدم ادوات تساعدك على انك تعمل الكلام ده بشكل احسن، زي اداة شهيرة جدا موجودة في الووردبريس اسمها يوست، دي من احسن الادوات اللي هتقولك انك ماشي صح من ناحية الكتاب. الحاجة اللي بعد كده تأكد ان المقالات بتاعتك دايما حجمها كبير، ما تقلش ابدا عن 1500 كلمة، لكن طبعا بجودة، ولازم تتأكد ان المقالات مفيدة للقارئ وانه هيقعد فعلا يقراها ويقعد اطول وقت ممكن. لو حطيت فيديوهات وصور هتساعد بشكل كبير في تحسين ترتيب ظهورك. وكمان ما تنساش تعمل شير لكل المقالات بتاعتك، وتطلب من كل الناس اللي ممكن تطلب منهم ان هم يعملوا لها شير. ومش بس كده، حاول تمول بعض المقالات من خلال اعلانات الفيسبوك عشان تعمل حجم تفاعل كبير وحجم زيارات كبير، وبكده هتدي كل السيجنالز المطلوبه لجوجل. وزود كمان حاجه اخيره، دور على كم موقع من الجامدين او مدونات يعني من الجامدين اللي ليهم علاقه بمجالك، واطلب منهم يضيفوا بعض الروابط لبعض مقالاتك، هم هياخدوا بعض المقابل المادي، لكن صدقني ده هيكون مفيد جدا. بكده انت تبقى ماشي على الـ SEO. اخر حاجه عايز اقولها لك انك لازم تعرف ان الـ SEO مفيده جدا جدا جدا، الا انها بتاخد وقت طويل شويه على ما تبدا تجد منها النتائج. يعني لازم تستمر في الموضوع ده وتبدا تتوقع النتائج بعد بضعه اشهر مش فورا، ودي يمكن السلبيه الوحيده الموجوده في الـ SEO. لكن بعد كده تخيل انك بيجي لك زيارات يوميه بالمجان، ممكن توصل لالاف الزيارات اليوميه وممكن تستفيد منها باشكال كتيره جدا. كده انا لخصت لك الـ SEO كلمتين. لو عايز تعرف اكتر وتشوف ازاي ممكن تطلق مشروعك التجاري بشكل ناجح على الانترنت، شوف الرابط الموجود في وصف الفيديو وحمل باقة السبع اسرار لاطلاق مشروع تجاري ناجح على الانترنت. ولو مهتم انك تحصل على تدريب مكثف شوف البرنامج التدريبي المتكامل، وبرضه هتلاقي الرابط بتاعه موجود في وصف الفيديو. وما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير عشان الكل يستفيد، ولو لسه ما شرفتناش بالاشتراك في القناه يا ريت تشرفنا دلوقتي، وكمان تفعل الجرس عشان توصلك فيديوهات قيمه جدا. شكرا جزيلا، وكان معاكم ياسر سليم، ونشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.